السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برحب بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم كلامكم. في الوقت اللي الدول بتسعى فيه للاستقلال عن القوى العظمى، دولة بحجم مصر النظام العسكري اللي بيحكمها بيسعى كل يوم للتبعية، عايز يعيش ذليل، هو متكيف وهو مذلول. استرضاء لتركيا للشيخ، الأمن بيمنع جمهور من دخول الاستاد. الأمن بيمنع الجمهور من دخول الاستاد. طب شفتوا دولة في الدنيا بتعمل كده؟ وتخيلوا بقى كل ده بيحصل عشان ايه؟ عشان الرز. على الجانب التاني من المشهد، بعد وصلة من الردح المتواصل وقلة الأدب والسفالة والخوض في الأعراض، الأعلى للإعلام بيصدر قرار بمنع مرتضى منصور عن الظهور في الإعلام. تخيلوا، هي دي العقوبة اللي بتنطبق على أو على واحد ما سابش حد في مصر غير وشتم وبم وابوه وخطف عرضه. في المقابل في ناس بيضيع ظهرة شبابها جوه السجن عشان كلمة حق، او عشان شعار اترفع، او عشان شكله مش عاجب ضابط الشرطة. مرتضى منصور عند النظام العسكري خط احمر، عارفين ليه؟ لان هو اللسان البذيء اللي بيستخدمه النظام في التطاول على الناس والخوض في اعراضهم. مرتضى منصور ما يفرقش عن السيسي حاجة، لأن الكلام اللي عايز يقوله السيسي بيطلق مرتضى منصور على الإعلام ويقوله. في الأول وفي الآخر كل الناس أو كل اللي بيحصل دلوقتي ده من خلافات بين الكاف ومرتضى ومسلسلات تركي آل الشيخ معمولة للمتعة والتسلية وإلهاء الشعب اللي هو حضراتكم عن الوضع الاقتصادي المزري اللي بتعيشه البلد. مصر بتعيش أزمة اقتصادية طاحنة، مصر بتعيش أزمة أخلاقية طاحنة، مصر بتعيش أزمات في كل مناحي الحياة، لأن لازم يمشي هذا العميل الصهيوني اللي اسمه عبد الفتاح السيسي وكل أذنابه بقى مع اختلاف أشكالهم، سواء كانت أشكالهم دي تركي آل الشيخ، مرتضى منصور، أي حد بيعمل أي حاجة، حتى الناس اللي في معسكرنا الفشلة اللي مش عارفين يعملوا ايه، فيبدوا يعرضوا ويرفعوا قضايا على بعض ويجيبوا بعض في المحاكم ويعملوا محاضر لبعض. الفشل ده كله لازم يروح كده يترمي بعيد عشان البلد دي تنضف وترجع زي ما كانت. وكل ده مش هيحصل بغير اللهم ثورة ويسقط حكم العسكر.